شكرا. يلا حصان. انا مش قلت لك ما اشوفش وشك هنا تاني؟ ساعة عليك النبي يا دكتور، حصان تعبان وجعان. كل حصانة دي تعبانة ونايلة بسن نيلة، وانت اصلا اسمك مش في الكشف، غور. غور ليه؟ انت شايل مني ولا من الحصان؟ خلاص هسيبه لك واكله انت. الجدع ده لو ما مشيش من هنا انا هوقف التوزيع. يا محمود خلينا نشوف حصان يا عم. يلا يا عم محمود عايزين نراوغ. يا عم عليك يا ابني خلينا. اشمعنى ده بالذات اللي بيذله قوي كده؟ اصل ده واحد من عيال بتوع موقعات الجامعة. كان طالع في الفيديوز بتاعت الموقع على اليوتيوب. تضرب ضرب. ما اديتش ليه اسمه في الكشف يا محمود؟ انت خايف يا خالد. خايف من ايه يا عم؟ انا قلت بيجفشوا اللي نزلوا التحرير. تحبيب؟ طب اتكل على الله وتعالى بكره اعيد لك اسمك. بس ادينا كله كويس كده. في حاجه تفضلي. ملعون ابوهم كلهم. كنت هفطس. يعني انا اتامر اللي رحت لوحدي التحرير؟ يلا يا عم محمود خلينا نخلص. ولا يهمك يا جمايكا. انا عارف شويه مرعى خضر شارب البلد. يستاهلوا حنك. وانا انزلك الترعه تستبح. لا انا استبحت الصبح. بس نادرا عليا لما ترجع لك عافيتك هجوزك احلى فرس فيك يا ناس السمان.